شهدت بطولة الجودو العربية أجواء حماسية بين المتسابقين من مختلف الأعمار. هذا وأشاد المتسابقون في البطولة من الدول العربية المختلفة بالأجواء التنظيمية وحرصهم على مشاركتهم للعام الثاني على التوالي بمدينة العالمين الجديدة. بعد منافسات شديدة بين المتسابقين اختتمت بطولة الجودو العربية التي أقيمت بمدينة العالمين الجديدة بمشاركة 10 دول عربية وبإجمالي 500 لاعب ولاعبة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، بطولة أشاد فيها المتسابقون من الدول العربية المختلفة بالأجواء التنظيمية وحرصهم على مشاركتهم للعام الثاني على التوالي بمدينة العالمين الجديدة. أنا بديت جودو تاي حوالي 10 سنين، وراني في بطلة إفريقيا وبطلة العرب وبطلة الجزائر، والحمد لله حققت هواي إنجازات بها، وهمي شاركت بطولة العالمين السابقة وأخذت برونزية، والآن هميني شاركت بطولة فئة الأشبال وأخذت برونزية، والحمد لله البطولة كانت كلش حلوة وشجعوني هم صديقاتي هم. يعني كلش حلوة كانت البطولة. شاركت حققت المركز الخامس الحمد لله بفضل الله، ما شاء الله التنظيم ممتاز جدا، والجمهور والتشجيع والحماس في البطولة يخليك تتحمس مع الأجواء هذه. بطولة الجودو العربية شهدت أجواء حماسية بين المتسابقين من مختلف الأعمار، وكانت هناك مشاركة مصرية كبيرة أكدت على دعم الدولة للموهوبين رياضيا من مختلف المحافظات المصرية للحصول على الميداليات المختلفة في هذه الرياضة. لعبت 3 ماتشات، أول ماتش كسبت على طول في 10 ثواني مثلا، والتاني ماتش ما توفقتش فيه بعد 5 دقايق جولدن سكور تقريبا، والحمد لله التالت والخامس كسبت الحمد لله. لعبت قدام واحد من الكويت ولعبت الحمد لله وفزت عليه. هو الماتش كان يعني صعب شوية بس الحمد لله فزت فيه. انتهت بطولة الجودو العربية، لكن ستظل مدينة العالمين الجديدة الوجهة السياحية والرياضية التي تستضيف العديد من البطولات المختلفة، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من عملية تسويق وترفيه لزوار هذه المدينة لتكون على رأس المدن السياحية الكبرى. محمود جميل، التلفزيون المصري.